السفير تقلق والشعب تفلق. السفير تقلق والشعب اليوم تفلق. وتقل أكثر من 42 شخص اليوم في الحبوسات أو بيتين في مراكز التوقيف. تعرفوش علاش توقفوا يا أحرار يا مناضلين يا شعب، يا شعب تونس من الشمال إلى الجنوب من الساحل إلى الداخل. توقفوا على خاطر قالوا وينو بترولنا، وين خيراتنا، شبينا عنا الخير وندين ومن عند الفرنسا ومن عند الاتحاد الأوروبي، شبينا اليوم ما زلنا نمدوا في دينا على خاطر قالوا هالكلمات هذوما وطالبوا بتأميم ثروات الشعب. اليوم يتوقفوا واليوم تصير عليهم عنف، مش عنف، مجزرة. اليوم صارت عليهم على خاطر طالبوا بحقهم، سلميا طالبوا بيه، لا هزوا العصي ولا 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 هزوا مولوتوف ولا هزوا حد شيء. مشاو بدين فارغه، رفعوا شعارات كلام. الكلام اليوم يقلق سي حكومه سي حبيب الصيد بعد ما خذاها البارح المباركه من ما يسمى بنواب الشعب اللي انتخبتوهم. يا شعب يا تونسي، انتخبتوا كلاب في مجلس النواب وشو يحكيوا؟ لابد للدوله ان تضرب بعصا حديد. واليوم شنلقاو؟ ضرب بعصا حديد على ريوس التوانسه، على حراره تونس، على بنات تونس. ما سلم حتى حد اليوم، ما سلموش اللي قاعدين في القهاوي، ما سلموش العباد اللي عيطت سلميا، اللي تعيط اليوم تهز وكأني بالسيناريو نيجيريا يتعاود اليوم في تونس. علاش هذا الكل؟ على خاطر قلنا نحبوا نعيشوا، نحبوا خيرنا، نحبوا نعيشوا في بلادنا، ما نحبوش لحمنا ياكلوا الركان. فدينا من البطالة، جيبولنا خيراتنا خان نعيشوا بيهم وخان ناكلوا ونشربوا في بلادنا. يزينا من التهجير ويزينا من الحقرة ويزينا من الدمار ويزينا من القهر ويزينا من القاعدة على القاوي. اليوم شنقاو؟ لقاو بوليس فرنسا يضرب فينا، الليجيونير متاع فرنسا اليوم في تونس يقمعوا فينا. علاش؟ هذا أمن نخلصوا فيه نحنا من مالنا، شبيه يضرب فينا؟ نتسائل وينهم الشرفة؟ وينهم الشرفة؟ وين المجتمع المدني اللي قايضها على 9 أبريل؟ وينهم؟ نحب نسمع صوته، نحب نسمع صوته وصوت عالي، نحب نسمع صوت الأحزاب اللي تنادي واللي مصحها على مواثيق مناهضة العنف. شبيلي ما نسمعش صوتهم؟ نحب نسمع صوتهم. وينهم السياسيين اللي على البلاتوات اليوم ونلقاوهم بارتو من الصباح للطياح في التلفز؟ شبيني ما سمعت صوتهم. وينك صحفيين الهانة والرقود في الشبانة اللي ما يحبوش العنف؟ هاو اليوم ارهاب الدولة مورسة على الشعب، نحب نسمع صوتكم. وين الحرارة بتاع سيدي بوزيد القاسرين وتالا؟ وين حرارة الساحل؟ وينها مستير؟ وينها السوسة؟ وينها المهدية؟ وينها جندوبة؟ وينها باجة؟ وينها بنزرت؟ وين تونس؟ وينهم الحرار اللي خرجوا على الروز دورهم للكرتوش؟ وينهم الحرار اللي عملوا البراجات وقفوا للقناص؟ اليوم القناص رجع لنا، واليوم القناص فهمتي ولا يحب يقتص منا على خاطر طالبين بالشفافية. ونطالبوا باش؟ ونطالبوا بدولة نعيشوا فيها الناس الكل مع بعضنا. خاطر تعرفوش علاش تضربنا؟ خاطرنا توحدنا، وعلى خاطر من اليسار لليمين اليوم ولا ينادي بحقه. مطلب جمع وهما استاسوا بسياسة تفرق تصد. اليوم تجمعنا وباش نزيدوا نتجمعوا. وقمعك يا بوليس وكان باش يزيد فينا حاجة، راهو باش يزيد فينا الإصرار وباش يزيد فينا العزيمة وباش يزيد فينا التصعيد السلمي. وما زلنا نحافظوا على السلمية متاعنا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. الدم يواجه بالدم والسلمية تواجه بسلمية، هذا قانون الطبيعة، مانيش أنا جايبه. تقمع راهو ما تتوقعش باش تسكر الافوام. اليوم الشعب الكل عنده في راسه بير، برميل نفط، برميل فوسفات، شكاره فوسفات، شكاره ملح، ترسخت صاي لهنا ومازال الشيء على قدام. ويا بوليسي يلي جيتنا نهار 15 جانفي تقرق بالشعب التونسي، نذكرك بك اللحظه وانت تبكي في حضن الشعب التونسي وقولوا سامحوني.
نفكر النقابيين شنو كانوا يحكيوا، نتفكر حالة التعاطف وتطلبوا بالسماح من الشعب التونسي. اليوم رجعتوا تضربوا فيه، رجعتوا توقعوا منيح وكونوا كونوا على يقين ان الشعب هذايا اليوم باش يشد فيكم وفي ربي. وراو يا شعب يا تونسي، سامحوني كان طولت عليكم، راهو المطالب تفتك تفتك، وما زلت نقول سلمية، وما زلنا نقولوا سلمية، وما زلنا باش نقولوا سلمية، وما نعطيوهمش تبرير باش يزيدوا يقمعونا. وبالنسبة للنواب الهانة والرقود في الجبانة، اتفوه على تيمبوكم واحد واحد.